عملي يبعد عن تقريبا 650 كيلومتر، أستلم أسبوع والراحة أسبوع، هل يجوز لي القصر والجمع أثناء تواجدي في العمل؟ القصر مستحب، القصر مستحب لأنك مسافر، والجمع يجوز عند الحاجة، إذا احتجت اجمع، لكن إذا أنت جالس ما بلا يعني تسولف وتشرب شاي وتقهوى في فأنت أخي صل مع الناس. نعم.